والله يحب المحسنين، وهم مع إحسانهم بشر، والبشر لا بد له من الخطأ، والخطيئة كأنها للعبد أمر لازم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذا قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إنهم يا عباد الله يجاهدون أنفسهم فلا يفعلون المعاصي، ولكن قد تغلبهم النفس فيقع الواحد منهم في معصية كبرى أو معصية صغرى، فلا يفرح بها ولا يستلذ بها، بل يذكر عظمة الله، ويذكر أن الله قادر عليه، ويذكر أنه سيقف بين يدي الله في موقف عظيم، وأن الله القوي الجبار سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيخاف الله سبحانه وتعالى، فيبادر إلى استغفار الله عز وجل من ذنوبه التي عملها، والله غفور رحيم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يبادر إلى الله ويستغفر من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المتقون يا عباد الله لا يصرون على معصية الله، وإنما الإصرار دليل الخسار والعياذ بالله يا عباد الله. هؤلاء المتقون ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. إن الجزاء يا عباد الله لمن اتقى الله في الدنيا جنة عدن في الآخرة. وما أدراك ما الجنة؟ فيها النعيم الذي لا ينقطع، فيها السعادة التي لا تتبدل، فيها الخير واللذة التي لا تتصور، إنها والله خير المستقر والمقام. فتأملوا عباد الله في أحوالكم مع صفات المتقين، وانظروا أي العباد أنتم، فإن العبد محاسب لنفسه، فإن حاسب نفسه فوجد أنه يسير على طريق المتقين فلا يغتر بنفسه، وليسأل الله الثبات، وليعلم أن الخير الذي هو فيه إنما هو نعمة من الله، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإن وجد غير ذلك فليراجع وليبدل ولينب إلى ربه، فإن الدنيا كلها قليل، وإن الباقي منها قليل، وإن الذي لنا منها قليل، وإنا لا ندري يا عباد الله متى يكون الرحيل، وإن الوقوف بين يدي الله عظيم. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بما شرع الله لعلكم ترحمون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.